لا راح خلاص طبعا. مباراة مولانا مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، يمكن نتيجة اللقاء الأول كانت نتيجة إلى حد كبير مقبولة، لكن مش نهائية ومش فاصلة. لسه عندنا شوط تاني هنا في الجابون، احنا جينا امبارح خدنا أول لقاء أو أول تمرينة كانت امبارح، النهاردة عندنا تمرينة تانية، وبعد كده تمرين في الاستاد بكرة بإذن الله، وبعدين المباراة يوم 17 شهر 5 بتوقيت مصر، هيبقى 4:30 توقيت هنا في الجابون 3:30. وليد أزار وأجاي يمكن الاثنين هيجوا النهارده، أجاي جاي بعد كام ساعة، وبعدين بعديه وليد أزار، وتكتمل صفوفنا إن شاء الله. كل اللي أقدر أقوله إن الكرة طبعا بالتأكيد فيها كل حاجة، لازم نكون مركزين جدا، لازم نكون حريصين جدا 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 على التعامل مع اللقاء، ويا رب وفقنا إن شاء الرحمن ونرجع بطاقة التأهل بإذن الله.